وأنا ماشي في المكس لفت نظري بيت قديم جدا. البيت تشوفه من بره شكله يخوف، لكن وراه حكاية مذهلة. ولقيت حد من أهل المكس حكالي عنه بعض التفاصيل، لكن أنا النهاردة جايب لكم قصة أقدم بيت موجود في المكس عمره حوالي أكتر من 200 سنة. يلا بينا نعرف حكاية أقدم بيت في المكس. أنا اسمي حسين. حسين، قول لي عم حسين، البيت اللي ورانا قصته ايه؟ ده البيت ده قصته ده يعملوا بتاع عد ال 200 بتاع 200 سنة. 200 سنة؟ اه ما شاء الله. مثل فيه افلام ياما. ايه الافلام اللي اتمثلت؟ رشيد نمر 5 تمثل هنا، ومحمود المليجي مثل هنا، وافلام ياما. انت مش شايف حتى خد بالك من الشبابيك والعروق والشكل جدا. بس الباب بتاعه من بره. من بره البيت اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كان اسمه بيت العصابة او اللوكندا الحمراء، وتسمى باللوكندا الحمراء لانه كان بيتميز باللون الاحمر. والبيت زي ما انتوا شايفين مكون من 4 طوابق، يتميز بشكل معماري فريد يجمع بين الطراز الاسلامي واليوناني اللي موجود في مدينة المكس غرب اسكندرية، وبالقرب من فنار المكس. اتنشأ مبنى اللوكندا الحمراء مطلع القرن ال18 ميلادية، واللي كان بيعتبر المكان المفضل لإقامة الحفلات والسهرات للجاليات اليونانية والإيطالية والإنجليزية في الوقت ده، قبل ما يتحول لمنزل لأهالي المنطقة بعد رحيل الجاليات الإنجليزية واليونانية من مصر. وتسمى البيت ده كمان باسم بيت العصابة لأن اتصور فيه فيلم رصيف نمرة 5 بطولة الراحل فريد شوقي والراحل محمود المليجي، وكان البيت ده هو وكر لعصابة محمود المليجي اللي اتصور فيه أغلب مشاهد الفيلم. ودي كانت المعلومات المتاحة عن المبنى اللي انتوا شايفينه اللي عدى عمره أكتر من 200 سنة. المبنى دلوقتي بحالة يرثى لها، حالته صعبة جدا وقايل للسقوط، بس الجميل ان عروق الخشب اللي موجودة في البيت ده بتحكي قصص وحكايات رائعة جدا عن تاريخ منطقة المكس وعن جمال وروعة أهل المكس. لا تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. معكم أحمد عبد الله. We'll be right back.